السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشارك معكم موعد المباراة القادمة للمنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب جيبوتي، وأيضا سأشارك معكم ما هو البلد الذي سيحتضن لنا هذه المباراة، وأيضا سأشارك معكم 8 مكاسب حققها المنتخب الوطني الجزائري في شهر أكتوبر بعد مباراتي النيجر ذهابا وإيابا، وسأشارك معكم العديد من النقاط الأخرى. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. نبدأ لكم بالخبر الأول والذي حاليا أنا أفتخر به كمناصر للمنتخب الوطني الجزائري، ألا وهو أن المنتخب الوطني الجزائري حاليا أفضل رابع منتخب في العالم. المنتخب الوطني الجزائري أقولها وأكررها أفضل رابع منتخب في العالم من ناحية سلسلة اللاهزائم. المنتخب الوطني الجزائري راه قاعد يحقق في أرقام خيالية. أولا ما شاء الله الجزائر الكرم وربي بعد علينا العين إن شاء الله بطبيعة الحال بعد هذه الأرقام اللي رانا قاعدين نحققوها، فهذا جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، والكوتش جمال بالماضي وصرامته، وأيضا دهاءة هذا المدرب وأيضا حتى لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، لأنه حاليا إيطاليا توقفت سلسلة اللاهزائم الخاصة بها في المرتبة 37 مباراة أو في رصيدها عفوا 37 مباراة بدون هزيمة. أما في الخانة الثانية أفضل ثاني منتخب من ناحية سلسلة اللاهزائم في التاريخ كرة القدم يعني إسبانيا عنده 35 مباراة بدون هزيمة، البرازيل أعزائي الكرام في رصيده 35 مباراة بدون هزيمة. أما في المرتبة الرابعة عدنا الأرجنتين وعدنا أيضا الجزائر، متساويين نحن أعزائي الكرام في سلسلة اللاهزائم، فلهذا نحن في خانة واحدة، أي أننا أفضل رابع منتخب في العالم من ناحية سلسلة اللاهزائم. والمباراة القادمة أمام جيبوتي التي راح تكون نوعا ما سهلة على المنتخب الوطني الجزائري، راح نحطم فيها الرقم القياسي الأرجنتيني وسنصبح أفضل ثالث منتخب في العالم من ناحية سلسلة اللاهزائم في تاريخ البشرية أعزائي الكرام. ما شاء الله ما شاء الله، أنا صراحة فخور جدا بما قام به لاعب المنتخب الوطني الجزائري وأيضا الذي يقوده الكوتش جمال بالماضي. حاليا رانا 31 مباراة بدون هزيمة، يعني منذ 3 سنوات أو 4 سنوات يعني في الماضي كنا نحلم بهذه النقاط صراحة، ولكن جاء الكوتش جمال بالماضي وبفضل الله سبحانه وتعالى أصبحنا نحطم هذه الأرقام قياسية، وأصبحت يعني بالنسبة لنا كشيء عادي بطبيعة الحال، لأنه صراحة عدنا منتخب قوي وعدنا لاعبين اقوياء ويعني مستعدين لجميع التحديات، فنتمنوا لهم كل التوفيق في قادم الموعد. لن اطيل عليكم، ننتقل مباشره الى الخبر الثاني الذي يتعلق ب يعني موعد مباراه المنتخب الوطني الجزائري يعني القادمه للجوله الخامسه من التصفيات المؤهله الافريقيه لمونديال قطر سنه 2022 امام منتخب جيبوتي. طبعا هذه المباراه ستقام خارج الديار، وكان من المقرر ان تقام في الاراضي المغربيه، الا انهم تم تغيير هذه الوجهه خاصه لأنه حاليا عدنا علاقة ليست بجيدة وقطعنا العلاقات نهائيا مع البلد المغربي، فلهذا كان من المفترض أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتدخل من أجل إيجاد يعني ملعب آخر وبلد آخر يحتضن لنا هذه المباراة، بحكم أن منتخب جيبوتي عندهم أرضية ميدان غير صالحة للعب كرة القدم، لأنه وفد الكاف والفيفا عملوا جولة تفقدية لذلك الملعب وما أعطاهمش الموافقة يعني به يلعبوا في هذه الأرضية، وقالوا يعني مستحيل نرمموا هذه الأرضية وهذا الملعب، فلهذا هم حاليا مضطرين الى ايجاد بلد اخر، وتم تعيين بلد اخر اعزائي الكرام سيحتضن لنا هذه المباراه. على العموم مشارك معكم الموعد ومن بعدها نخوض في التفاصيل الاخرى. طبعا ستكون هذه المباراه اعزائي الكرام يعني يوم الخميس 11 نوفمبر بطبيعه الحال سنه 2021. في هذا الموعد بالضبط سيتم عمل هذه المباراة وترسيم الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022. لحد الآن لم يتم تعيين توقيت هذه المباراة، ولكن نوعا ما التوقيت لن يضرنا بطبيعة الحال، لأنه ستكون مباراة سهلة بالنسبة لنا أن نلاقيه خارج الديار بطبيعة الحال وخارج قواعدهم. وطبعا أعزائي الكرام كما قلنا كانت هذه المباراة من المقرر أن تلعب في الأراضي المغربية، لكن اتحاد جيبوتي لكرة القدم هو من طلب أن يتم نقل هذه المباراة إلى ملعب آخر، ملعب محايد مثل ما أكدت لنا التقارير، الملعب يعني الخاص بالأراضي المصرية الملقب بملعب وستاد الدفاع الجوي المصري. وبطبيعة الحال هذا الملعب عندنا فيه ذكريات جميلة جدا، حيث يعني حققنا أرقام كبيرة فيه رفقة رياض محرز بطبيعة الحال وزملائه، ربحنا في 3 مباريات و3 يعني منافسات. في الجولة الأولى فزنا بهدفين مقابل ولا شيء، ثم أمام السنغال أعزائي الكرام ربحنا هدف مقابل ولا شيء، أمام غينيا بطبيعة الحال أمام غينيا
اسبانيا فوزنا بثلاثيه نظيفه، وحتى الكوتش جمال ماضي يعني ابدى اعجابه بان نلعب في هذه الارضيه، وقال لان يعني عندنا ذكريات جميله في هذه الارضيه، وقائلا ايضا في نفس السياق انا سعيد بالعوده للعب في مصر امام منتخب جيبوتي، لدينا ذكريات جميله هنالك وسنذهب هنالك بجديه من اجل العوده بالثلاث النقاط الكاملة. فلهذا تم رسميا تعيين هذا الملعب يعني للأراضي المصرية من أجل ترسيم هذه المباراة واحتضانها. فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، ورسميا ما راحش نلعبوا في الأراضي المغربية بل في الأراضي المصرية. أما بالنسبة للخبر الموالي أعزائي الكرام، سأشارك معكم حوالي ثماني يعني من المكاسب التي حققها المنتخب الوطني الجزائري في شهر أكتوبر أمام مواجهة ذهابا وإيابا أمام منتخب النيجر. أولا، دعم سلسلة الهزائم للمنتخب الوطني الجزائري ووصولها إلى المباراة 31 بدون هزيمة، ووضعنا وراءنا كل من إيطاليا وفرنسا بسلسلتهما الهزائم السابقة بطبيعة الحال. حاليا فرنسا وإيطاليا وراءنا بطبيعة الحال برصيد يعني 30 مباراة بدون هزيمة، ونحن تفوقنا عليهم برصيد 31 مباراة بدون هزيمة، بينما يعني المكسب الثاني هو تصدر المجموعة المنتخب الوطني الجزائري والانفراد بالصدارة بفارق الأهداف من منافسنا الشرس ألا وهو منتخب بوركينا فاسو. أما بالنسبة للمكسب الثالث هو أن سليماني دخل التاريخ من باب واسع بعدما حطم أرقام عبد الحفيظ طسفاوت وأصبح هداف المنتخب الوطني الجزائري التاريخي بدلا من عبد الحفيظ طسفاوت الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري السابق. أما المكسب الموالي هو أن عدنا قوة هجومية ضاربة، حيث استطاع المنتخب الوطني الجزائري تسجيل 10 أهداف يعني في مباراتين فقط، وهذه الأرقام تعتبر مرعبة لجميع الخصوم. أما أيضا المكسب الثاني هو يعني اكتشاف بدائل في المستوى على غرار يعني محمد أمين عمورة، وأيضا استقطاب مواهب جديدة مثل يعني عدنا اللاعب الجزائري وهو إيلان كبار، وعدنا العديد من اللاعبين الآخرين، وخاصة الثنائية التي جمعت بين كل من رمز الرقي ويعني آدم زرقان، كانت ثنائية فتاكة وستعطي العديد من الحلول للكوتش جمال ماضي في قادم المواعيد. أما الفوز الموالي هو الفوز خارج الديار بعد 3 تعادلات متتالية خارج الديار، كانت ضد زيمبابوي في هيراري وانتهت تلك النتيجة بهدفين يعني مقابل هدفين، ثم أمام زامبيا التي انتهت بثلاثية أمام ثلاثية، وأمام بوركينا فاسو في الأراضي المغربية التي انتهت هدف مقابل هدف وحيد. وطبعا هذا مما أثار شكوك الجماهير الجزائرية حول قدرة هذا المنتخب في الصمود خارج الديار في المواعيد الحاسمة، ولكن الكوتش جمال ماضي وبفريقه المنتخب الوطني الجزائري استطعنا أن نفوز على منتخب يعني النيجر خارج الديار برباعية عفوا نضيفه. فلهذا الكوتش جمال ماضي انهى هذه المشكله، وايضا يعني فك النحس على المنتخب الوطني الجزائري خارج الديار. بطبيعه الحال بغيت نوضح لكم نقطه، هو انه ذلك التعثر امام منتخب بوركينا فاسو في الاراضي المغربيه لاعبين فقط لم يكونوا في يومهم، ولكن اعزائي الكرام في باقي المباريات الاخرى المنتخب الوطني الجزائري يعتبر الاقوى في افريقيا داخل الديار او خارج الديار. أما بالنسبة للمكسب الموالي هو إرعاب الخصوم من قوة المنتخب الوطني الجزائري في الآونة الأخيرة بهجومها الخطير، لحد الآن أعزائي الكرام راهي مسجلة 19 هدف، وبطبيعة الحال استقبلنا هدفين فقط، فهذه الأرقام تعد أرقام كبيرة وخيالية. 19 أعزائي الكرام هدف في 4 مباريات فقط، فهذه الأرقام تعد أرقام خيالية. بينما المكسب الأخير هو الصعود في الترتيب الفيفا، وذلك بشكل رسمي من أجل الحصول على الأفضلية في المباراة الفاصلة. إذا بغيتوا نعمل لكم حلقة عن ترتيب الفيفا الجديد للمنتخب الوطني الجزائري اكتبوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات. وكان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.